مسرحية تيارة بيرفورمانس محلي يعطيهم الصحة بالحق للممثل الكل ما شاء الله عليهم حتى للأورغانيزاسيون الكل تيارة عجبتني على الأخر الحق برمجة المحلية الحق تجمع بين الشعر الغناء المسرح كل شيء محلية محلية ريش زين بون ستيل اللي شفناه ستيل اخر مغاير اللي كان يخدم فيه بتتر هو حب يطرح برشا اشكاليات اللي نشوها توا هو ديما ما يخرجش من الواقع الحقيقه حتى وكلام الليل الخير دليل تبارك الله سبعة سيت ابيزود ديجا كلام الليل اما خرج من 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 كيفاش نقولوها من الكوميديا السوداء حسيته خرج من الكوميديا السوداء للمباشرتية على خاطر ديجا حتى في العرض نتاع اليوم حسيت فما برشا مباشرتية ديجا يحكي خذ برشا برشا حوايج معناها يحكي عليهم وطرح برشا اشكاليات وانا نسيبي هو اللي سكر القهاوي في رمضان انا خالي هو اللي اعطى التعليمات باش يحرقوا عساس مكتب في باب السوق عجبتني المسرحية خاطر جمعت بين الفلسفة وبين الشعر وبين المسرح عجبني المستوى الراقي للخطاب عجبني اللغة اللي استعملوها التقنية اللي استعملوها بالحق استمتعنا وعرض كان أكثر من رائع لأنه مستوى بالحق مستوى ثقافي كبير ولغة ممتازة هذا هو الكونسيبت بيدو بتاع المسرحية أنا هو اسمه كان أنت طلعت على الأدبيات بتاع العمل هذا هو أنا سميته المسرح الآلي معناتها لو تياتر انسترومنتال مش موسيقال وتم تلعب فيه الناحية الموسيقية تم اقتراح موسيقي هو احنا توا للأسف موسيقتنا وحالتنا الموسيقية اليوم معناها تفصح عن انحطاط معناها في القيم انحطاط في المشاعر انحطاط في العلاقات الإنسان الإنسانية بين رجل ومرأة بالعلاقات العاطفية ثم انحطاط كبير وهذا لأنه الفن مش قاعد يقوم بدوره كما قلت أنت في التنمية النجمة حتى نسميها التنمية البشرية معناها مسرح موسيقى رسم كل جميع الفنون لو كان الحال بتاعنا يقولوا للأسف هو مش موجود ولكن ممكن ثم خاطر باش ما نكونش أنا متشائم ثم بعض النقاط هكا المضيئة ولكن هذا مش قاعد يكون في حالة فنية عامة تقول اليوم الموسيقى التونسية ولا الغناء التونسي ولا المسرح التونسي نقص فترة الفن المعيشي معناها باش الإنسان يأكل منه يستقات منه ويمشي إلى آفاق أخرى أرحب وأعظم وأفيد للمجتمع لو كنت شاعرا لكانت أحلامي أكثر واقعية الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة